السلام عليكم، اخباركم ايه؟ توحشتكم بالزاف والله. طب انا ما سالتش، اسالوا انتوا. طيب اسالوا انتوا. طيب الزوز قال لي ما فيش حد سال عليكم، انت تعبان؟ قلت له لا يا زوز، كلهم سال. ربنا يسامحني بقى. اخباركم ايه؟ والله وحشتوني. كنت قاعد انا والزوز دلوقتي بنفكر في فكره فيديو، فبصراحه ما لقيناش حاجه، فقلنا ناخد رايكم واحنا نتكلم فيه. بس يعني جت في دماغي حاجه صغيره كده، كنت بسالها للزوز والزوز قعد يفكر كتير، فقلت اشارككم معايا. تمام، بس مستني برضو الافكار ان انتوا يعني تفكروا معانا ايه اللي ممكن نعمله في الفيديوهات اللي جايه. مش عيب، عادي خالص يعني. بس يا زوز قول لي، الحجر الصحي لما يخلص انت ان شاء الله باذن الله اول حاجه هتعملها ايه يا زوز؟ اول حاجه بالزبد يا الحجر. ايه؟ كيفو علي الحجر؟ اول حاجه بالزبد الحجر. لا شوف، اول ما الحجر الصحي بقوه لي ولي الفتنة. ايوه غادي نخرج برا ونرجع للدار كنجري عاود. هذا هو المشكل اللي خفت منه. دابا ولفنا هنا في الدار، ولفنا الكلاس، ولفنا السريط، ولفنا الماكله 24 ساعة على 24 احنا كناكلوا. طب هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نحافظ على نفسنا يا زوز، وربنا يستر بقى. والله يدير شي تقول. بس برضو اديني حاجة واحدة انت هتعملها اول ما يقول لك انت مسموح لك تخرج الشارع، هتعمل ايه؟ اخ تمشي تقلب على الحباب، تقلب على الاصدقاء، تقلب على يا عم فريد يا شوقي في مال. انا غادي خلينا غادي ندير وانا جالس هنا. امشي في صلاة الرحم. صلاة الرحم مع الاصدقاء. ماشي خلاص كده احنا عرفت. طب الميمة اول حاجه تعملها ايه؟ اول حاجه نعملها انا يعني انا يجيني يسالي الحجر ونمشي لوجده بجد. شوف اختها والله واخواتها. طيب ما تعمليش حسابي في السفريه. ماشي 500 كيلو حتى ذاك ممكن اروحهم على مراحل. لا انت اللي ضربتي 500 كيلو غاتيك بحالي ضرب الحجر الصحي ديال شهر. لا لا انا وديكي وجده بس على مراحل يعني عادي. كيفاش على مراحل؟ يعني انا ممكن يعني خلاص طالعين من هنا الوجده اقعد في فاس بتاع حوالي ايه سيمانه غير نهار فاس ليله بات ليله فاس. لا اشتغل في كل مدينه كده لغايه لما نوصل. هو المشكل دابا اي مدينه محتاجين لها شي، اي مدينه غادي يقول لك شي نمشيو نجلس غير في البحر. يا حاج انا لو نزلت من البحر واحده لو نزلت الزنقه بس هيبقى دي بالنسبة لي جميلة. سولو سامي يا سامي هتعمل ايه لما يقول لك يلا مسموح لك ان انت تخرج؟ تمشي 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 منين يجريو على كورونا تكون هربت واش غدير انت؟ تمشي لابيسين. ها نور الدين ده يا جدعان، طبعا انتوا أول مرة تسمعوا الاسم ده. ده جوز أخت مراتي وبين وأبو سامي. ده أبو سامي هو هفتان لو شفت. ما تيجي يا نور خش معايا. تعالى بس تعالى. اجي يا نور اجي تحشم. اجي تعالى اجي هتتكسف. اجي تجي تتكسفي. خلي الناس تدبر المره الجايه غير توي. احشم اجي اقعد وما تبصش للكاميرا كانها ما كايناش. اجي كانها ما كايناش. خليه يقول لك اش غادي يدير من بعد الحجر. طب قول لي بس علي صوتك، قول لي هتدير ايه بعد الحجر؟ بعدين السلام عليكم ورحمه الله. بيت سالي الحجر غادي نمشي ان شاء الله لدار. هتمشي لدارك؟ طيب. فين دار صلاة دارك؟ عند الوالدين. نقول لهم دارك. الوالده من بعد. لا تمشي لدارك دارك الاول؟ اه. هتعمل ايه في دارك؟ هتعمل ايه في دارك؟ غادي ندي الحجر الثاني لك. هتعمل ايه في دارك؟ قول لي. هتمشي لدارك اول حاجه ليه؟ نمشي نشوفها. نشوفها اطمن عليها. انت كويسه حبيبتي؟ اه يا حبيبي. طب يلا عايز حاجه؟ السلام عليكم. نسال مراتي بقى تعملي ايه ان شاء الله؟ من غير. لا انت عارف شنو؟ لا ما يمكنش من غير. انت عندي روح بجوج ان شاء الله. ان شاء الله. يلا حبيبي. وغادي نمشي لضروره نخسر في الشارع خدها غير وحده. نسافر؟ اه فين ما بغيتي سواء هنا ولا برا. نروح فين؟ فين ما بغيتي. كوالالمبور. ما بغيتش نمشي ولا وياك. غير واحد ثلاث ايام. بابا تيك ولا لا واحد ثلاث ايام. واحد لثلاث ايام؟ لا نشوف ثلاث ايام يعني. نمشي ثلاث ايام انا وياك
شي بلاصه زوينه نمشيو نرتاحوا واخا حنا نرتاحوا. هو قال لك احمد قال لك الا تسال الحجر قال لك والله ما يدخل الدار جايبات لك في الزرقاء. والله ما تشوفين تحنا انا اول حاجه ان شاء الله لو يعني لو الحجر ان شاء الله تفك والطيران تفك وده الله اعلم يعني هتلاقيني عند واحد صاحبي انا اسلام. قلت انا يا اسلام حبيبي ان شاء الله ربك يسهلها وتلاقيني هنا. هي قالت لي حليمه انا قلت لك السفر نديك معايا نمشي وانا وياك رجلي برجليك حتى دابا قلت لي تحيه الاسلام عزيز علينا على راسه العين وانا فين. لا انا خاف عليك من الطيران. لا ما تخافش على اول مره غنسافر غنطير. لا ما طيرش لا شوف وشوف يا ربي الحجر يبقى العام كامل يا لا لا يا ربي لا لا واش يبقى الحجر كامل. طب والناس ذنبها ايه؟ طيب الناس يخرج يبقى عندك على الخبال يبقى عندنا بس يعني مش بعيد يا زوز مش بعيد يا اسلام انت بعيد مش بعيد امشي في دبي قريب امشي معاك ان شاء الله. وانا قلت لك السفر انا وياك انا هقول لك انا راجل رئيس جمهوريه نفسي شغلي خاص انت شغلك في الحكومه فانت ان شاء الله لما ترجعي بص انا خايف عليك ازاي وانت فاكراني انا بفكر في حاجه تانية. انت لما ترجعي هيقولك مفيش اجازات تمام فطبعا هضطر ان انا اسافر لوحدي يعني انت مش هينفع تيجي معايا. انا عندي سبت وحد اثنين انا قلت ايام ناخدك في مكان نمشيو سبت وحد واثنين يعني انا اخدك سبت وحد واثنين دبي وما ما استاهلش. اذا كان سبت وحد واثنين دي عشان اروح دبي اصلا بقى انت عارفه فرق كام 8 ساعات ولا 9 ساعات هعمل ترانزيت في مصر. لو انا هعمل ترانزيت في دايركت بس هعمل ترانزيت في مصر لو كل ساعه تمشي تسارع مع راسك اخلي حد من صحابي يخش له جوه يقعد معايا شويه. عيد 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 السؤال شنو غندير من غير سير الحجر غناخد ماما وبابا وغنسافر فين غنمشي لوجده غنمشي لوجده وغنمشي لدبي ومشي وغنمشي لمصر وريني وريني مين اللي هيديك الاذن يوم يوم ولا هنيت انت بس لا 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 بجد بجد اول بجد انت قلت غادي تسافر بس عشان انا كنت بهرج انا اول حاجه هعملها هروح لدكتور السنان عشان ابقاقي والله عندي سنان بص انا شوف انا ما عنديش مشكل بغيت تسافر الله يديك على خير ويجيبك على خير. انا غندي ماما وبابا وغنسافر غنمشيو لوجده نمشيو نشوفوا العائله تما توحشناهم والله انا توحشتهم وتوحشتك بقى الحبيب شرف حبيبي شرف حبيبي بقى حبيبي الحبيب ديالي ده خل مراتي بس حته سكره يا جدعان الله اعلم بقى هو بيشوف الفيديو بنته هتشوف الفيديو بابا الحق ده جايب سيرتك اكيد بس هتعرف الحبيب ديالي خلصت بس خلاص يا زوز ان شاء الله ربك يسهلها. عزيز غادي ناخد كونجي من سيكوك بابا انت مقضيع سيكوك طبعا انت بتشيلوا الطاوله تبارك الله بتنزلوا طاوله تانيه شيلوا الطاوله وتعالى كل يا جدعان لسه شايلين لا تعالى هوبا وما بتخنش يا ريت بدخن انا ما بتخنش لا انا طمرتي انا عمال بخس باكل وبخس ما اعرفش في ايه انا لو في جدان في جسمي مش هخليني كده انت سامي اللي بتخن جوحك احنا واخا كيوقع لنا انا اكل سامي يدخن مش كيوقع لنا تخمه عندنا التدخل السريع ديالنا طبيعي وسريع سيكوك السيكوك عندي كتاخد سيكوك عطيه سيكوك وتلقاه في الغابه هذاك هو قالك معايا سير الحجر بغا يخرج للغابه. لا كنقولو بسيكو باش كنسيقو سيقنا في الدروس كنسيقو المفارين ديالنا كان والدي سيق المفارين ديالنا بلا والدي الله يرحمه من اللي يشوفو كيشرب سيكو كيقول لك خلو ربطوه مع البقره على برا والله هما الناس بقى هما اللي يقولوا لنا الكلام ده صح ولا غلط حيت عارفين ما كيساليش ما كيساليش ما كراش يدير يدير فمه هذا هو الادمان ديالي الخاص مدمن مدمن هو تفطم على انا من صغري وانا على مطعم بالصحه النظاره الجديده زوز انا ما ضربني حيت ما بقاش هذا قالت لي مشات عند الطبيب قال لها عطيه للبن انا غادي نجيك للبن ما نقدرش نجي لا يا نور هديك فرصه تانية عايز تشوف الدار ولا حاجه تانية؟ هشوف ولا سرقوها يمكن سرقوها مين اللي هيسرقوها هو في حد فاضي يا نور مفيش حد فاضي يا نور
منك يا نور الدين. طيب انا هستنى منكم اقتراحات لفيديو جديد، وهستنى منكم تقولولنا هتعملوا ايه اول حاجة اول ما يخلص الحجر الصحي، ومستني بجد فعلا مستني ردكم. يعني الكومنتات بتاعتكم هي اللي كلنا بنقراها. في كومنتات طبعا بتموتنا من الضحك، في ناس كتير قوي متابعانا ودايما بتبعت كومنتات. الناس دي احب ابلغهم شكر خاص مننا كلنا يعني. وطبعا لو عجبك الفيديو، طبعا لاول مره هتسمعوها، لو عجبك الفيديو اعمل له شير، وما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب لو انت دخلت بالصدفه عندي ومش هتندم. اشوفكم على خير، سلام عليكم.